الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما. طلبة الأحبة، أرحب بكم مجددا في مساقنا المصطلحات الطبية، واللي فيه هنستكمل معاكم من حيث انتهينا في المحاضرة السابقة. وخلينا نستذكر مع بعض الأمور أو أهم المحاور اللي احنا تحدثنا عنها أو شرحناها في المحاضرة السابقة من باب ربط ما سيأتي بما سبق. تحدثنا عن الروت وعرفنا أن الروت هو المبنى الأساسي وأساس أي مصطلح طبي في الدنيا. أي مصطلح طبي من غير روت فهو ليس مصطلح طبي. وعرفنا أن السفكس هو عبارة عن مقطع من كلمة أو عدة مقاطع يتم إضافتها بعد المصطلح الطبي لأجل تعديل معنى المصطلح الطبي وتعديل مدلوله. وكمان عرفنا أن البريفكس عبارة عن مقطع من كلمة أو عدة مقاطع يتم إضافتها قبل المصطلح الطبي أيضا لأجل تعديل معناه. كذلك تطرقنا إلى البيلدينج بلوكس أوف ميديكال تيرمز، كيفية أو الأشكال البنائية للمصطلحات الطبية. وزي ما قلنا لكم وحكينا لكم أنه البريفكس والروت والسفكس هي التي يتركب منها معظم المصطلحات الطبية. جينا عرضنا وحكينا لكم أنه ممكن نلاقي مصطلحات طبية تتكون من بريفكس وروت وسفكس، زي انسفالو إجرام فيها بريفكس إن وفيها روت وفيها روت سفالو وفيها إجرام، تمام. وقلنا ممكن يكون في مصطلحات طبية تتكون فقط من بريفكس وروت، مثل ديسبنيا، ديس بريفكس بنيا روت. هل يوجد سفكس؟ فيش سفكس. هل بطل مصطلح طبي؟ لا، ضايل مصطلح طبي. وعرفنا أن في بعض مصطلحات طبية تتكون فقط من روت وسفكس، مثل أدينايتس، أدينايتس التهاب الغدة. هل لما المصطلح الطبي الأدينايتس ما كانش فيه بريفكس بطل مصطلح طبي؟ أكيد لا، ضايل مصطلح طبي. وعرفنا أنه برضو في مصطلحات طبية تتكون أو تتركب من اثنين روت وسفكس ما فيش فيها بريفكس، مثل سايتو هيستولوجي، سايتو روت، هيستو روت الثاني، لوجي الروت الثالث. وعرفنا كمان أنه في مصطلحات طبية تتركب من روت واثنين سفكس واثنين سفكسز، زي هيستولوجيست، بريفكس ما فيش في روت هيستو وفي لوجي سفكس اول اي اس اي اي اس تي اس اللي هو السفكس الثاني، تمام يا حبايبي. احنا انا ما زلت يعني بكرر وبعيد فيما سبق دراسته اليوم هنتحدث عن شغله مهمه جدا اسمها الكومبايننج فورم. الصور او الاشكال اللي اشكال تركيب المصطلح الطبي. بدنا نعرف ايش الكومبايننج فورمز وبدنا نعرف ايش الكومبايننج فورمز. نتذكر مع بعض شغله بنعرفها من زمان. بنعرف انه في اللغه الانجليزيه او الاحرف الابجديه الانجليزيه في احرف بنسميها فاولز او الاحرف الصوتيه. الفاولز هي الاي والاي والاي والاو واليو واحيانا الواي. الواي مش دائمه. لو قلت سي الواي هنا فاول، الواي هنا ايش؟ فاول. سكاي الواي فاول، هاي صار لها صوت. ممكن تكون برضو الواي في مواضع اخرى ليست بفاولز انما تكون ضمن الكونسونانت اللي هي الاحرف الساكنه اللي هي طبعا بقيه احرف اللغه الانجليزيه. طبعا انا ليش تحدثت او تطرقت للفاول معنا في المحاضره؟ لانه الفاول عنده حكون له دور كبير عندنا في الكومبايننج فورم. لو جينا للتعريف الكومبايننج فورم، ركزوا معايا في التعريف. definition: a word root in combination with a vowel used to link the root with a suffix. عبارة عن root. ما له root هذا؟ بكون مرتبط أو متحد مع vowel، تمام؟ root مع vowel. combining form عبارة عن root مع vowel.
فايدته يوز تو لينك ذا روت ويز سفكس، بس بربط لي الروت مع السفكس. يعني الفول هذا اللي هو الاو مثلا هنا احنا في مثالنا يستخدم عشان يربط لي الروت في السفكس. خلينا نوضح الامور اكثر. الكومبايند فورم ار شون ويز ا سلاش بتوين ذا روت اند ذا فول. لاحظوا في الروت سلاش فول النيورو مثلا، النيورو يعني عصب النيورو، هذا الكومبايننج فورم. طب ايش فايدته؟ عشان يسهل لي عمليه النطق زي ما عدنا هنشوف، عشان يسهل لي عمليه النطق. يعني انا لما بضيف الفاول ما بين الفاول ما بين الروت والسفكس تسهل عمليه نطق المصطلح الطبي، تسهل عمليه نطق المصطلح الطبي اللي هو عمليه البرونانسيشن تو ايد ان برونانسيشن، عشان يسهل لي عملية النطق. يعني فائدة اللي هو الكومبايند فورمز اللي عبارة عن رود زائد فاول اللي هو تسهيل عملية pronunciations to aid in pronunciations. زي ما قالوا وفي المثال يتضح المقال. لما أنا بضرب مثال أكيد الكلام هيتضح عندي. Combining forms continue. When a suffix beginning with a consonant is added to a root, a vowel, usually O, is inserted between the root and the suffix to aid in pronunciations. ايش بقول لي هنا؟ ركزوا معايا هنا. شايفين suffix عند لوجي؟ لوجي عبارة عن suffix، كنا شايفينها. تمام. لوجي، ايش أول حرف بتبدأ فيه؟ حرف الال. حرف الال هل هو حرف vowel ولا consonant؟ لا، هو أكيد حرف consonant، يعني حرف ساكن وليس حرف صوتي. طيب السفكس اللوجي في الروت انيورو. لو انا قلت انيور لوجي، لاحظوا في صعوبه في عمليه النطق. انيور لوجي انيور لوجي، لكن لو رحت ضفت الاو اللي هي الفاول صارت المصطلح الطبي كله ميديكال، الميديكال تيرم كله او المصطلح الطبي كله نيورولوجي. مين اسهل ابو انيور لوجي ولا ام انيورولوجي؟ النيورولوجي اكيد النيورولوجي اسهل من النيورولوجي. فبنرجع بناكد انه اضافه الفاول للروت ومع بعض كونوا لي الكومبايننج فورم او الكومبايننج فورم مع بعض سهل لي عمليه البرونانسيشنز للمصطلح الطبي. بس شرط 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 انه السفكس لازم يكون اللي بدي اضيفه لا الروت لازم يكون يبدا بحرف ساكن consonant، يعني اي حرف من احرف اللغه الابجديه الانجليزيه، اي حرف من احرف الابجديه الانجليزيه عدا عدا الفاولز اللي هم حكينا عنهم الخمسه او السته تعون تاون. مثال ثاني، ميجالي معناها تضخم. ميجالي معناها تضخم. لاحظوا الام هنا سفكس، ميجالي عباره عن سفكس. الام في ميجالي حرف ايش؟ ساكن من احرف الابجديه الانجليزيه. هنا مهم جدا حسب القاعده لازم اضيف مين؟ فاول. لما بدي اشبكه مع السبلين اللي هو ايش؟ طحال. فبخرج عندي سبلينو ميجالي، سبلينو ميجالي. لاحظوا في سهوله في عمليه البرونانسيشن اللي هو عمليه مين؟ النطق. سهوله في عمليه البرونانسيشن اللي هو عمليه النطق. فصار المصطلح كامل سبلينو ميجالي، تضخم الطحال، تضخم الطحال. تمام يا حبايبي، اذا كنا متفقين، كلنا متفقين انه الفاول مهم جدا انه اضيفه للروت. وقت ايش بضيفه للروت؟ اذا كان السفكس اللي بده ينضاف للروت يبدا بحرف ساكن. ايش حرف ساكن؟ يعني اي حرف، اي حرف في اللغه الانجليزيه او في الابجديه الانجليزيه ما عدا ما عدا ما عدا اللي هم مين؟ الاحرف الخمسه او السته اللي حكينا عنهم الفاول. طيب ندي مثال ثاني، كيف لو كان السفكس اول حرف فيه من احرف الفاول. هل بنضيف كومبايننج فاول يعني واحد من احرف الصوتيه؟ اكيد لا. لاحظوا عندي هنا ايتس اللي هو ايش؟ ايتس عباره عن سفكس بمعنى التهاب. وعندي هنا اوما عباره عن سفكس بمعنى اللي هو ايش؟ كانسر او سرطان او ورم ادق. يعني لاحظوا ايتس لما ضفتها لنيور نفس المثال الاولاني
في فاول نو ما فيش فاول هنا لم يتم اضافه فاول او كومبايننج فاول بالمره ما ضبطش فاول لعمليه الربط ان يور ايتس اطول ان يور ايتس اطول تمام ادين هل ضفت فاول لا فصارت ادي نوما طالما موجود السفكس طالما السفكس اول حرف فيه من احرف الفاول فبضيفش فاول حتى في اللغه العربيه الاحرف الساكنه عندنا الالف والواو والياء ما بقول لك كم حذف الحرف من النطق ليش لالتقاء الساكنين فنفس القضيه طالما انا عندي فاول هنا كمكون اساسي وكجزء اساسي من السفكس فليش راح اضيف فاول ثاني يعني لا يجتمع اثنين فاولز لا يجتمع اثنين فاولز في اي مصطلح طبي لا يجتمع اثنين فاولز في اي مصطلح طبي تمام ربما في استثناء للقاعده هذا اللي قدام حيمر علينا وكلمه او كلمتين فيهم استثناء تمام كمان مره اذا اتفقنا احنا انه طالما السفكس يبدا بحرف عله او حرف صوتي طالما يبدا بحرف صوتي من احرف اللغه الابجديه الانجليزيه اذا ليس من الضروري ان انا اضيف فاول للرود لانه اوريدي البرونسيشنز عمليه النطق مسهله وخالصه مسهله بارك الله فيه مسهله ليش اسهل المسهل تمام فبسهلش المسهل in this text roots are given within their most common combining vowels added after a slash and are referred to simply as roots as in Europe. في ناس حتقول لك طب معلش يا استاذ احنا ايش نحط الفاول الكومبايننج هل نحط الاو هل نحط الاو ولا نحط الاي ولا نحط الاي ولا نحط الواي تمام الان هنا حرد عليك بشيء حتلاحظ انه معظم المصطلحات الطبيه معظمهم الكومبايننج فاول تبعهم الاو يعني معظم الروتس الموجوده عندنا في الكتاب وهذا مش احنا حطينا العلم هذا اللي حطوا العلم هذا كان الاو بعد هيك بتيجي الاي اقل في كلمات اقل تقريبا حتمر علينا الاو والاي كومبايننج فاول مع الروت عشان يعملوا لنا الكومبايننج فورم الاي الاو ثم الاي حنلاقيها غالبا في معظم المصطلحات الطبيه في بعض المصطلحات بضل هو موضوع الاي نضيف اي او اي او واي نادرا جدا لكن من خلال خبرتنا وتجربتنا انه حتحفظ كما هي طب هل بينفع احط الاي محل الاو لا هذا وقفي او مع النيورولوجي مثلا او خلاص انتهينا تمام حبايبي فبدها تحفظ وقفي وانتوا طبعا مش هتحسوا باشكال في الحفظ لانه حيمر عليكم في الغالب او اقل شويه اي نادرا او نادر النادر انك تلاقي الاي و طبعا الواي واليو طيب لاحظوا ركزوا هنا في الكتابه انيور سلاش او انيور سلاش او خلاص انا مباشره لما ان شاء الله في شابترز متقدمه نتكلم عن الروت هتلاحظوا ان احنا بنكتب الروتس مع سلاش او سلاش او بنفهم انه الروتس هذا بيحتمل انه ينضاف له كومبايننج فاول او يحتمل انه ينضاف له كومبايننج فاول انه الروتس هذا الكومبايننج فاول تبعه اللي معاه اللي ملازم له اللي هو الاو فانا انتم هتكونوا فاهمين انه النيورو عباره عن روت وسلاش الاو هي الكومبايننج فاول لكن الاو مش من الروت انما هي الكومبايننج فاول اللي بنضاف للروت عشان لما ينضاف سفكس يبدا بحرف من الاحرف الكونسونانتس يتم تسهيل البرونسيشنز اللي هو عمليه النطق واضح تمام حد عنده سؤال تمام احنا بنحييكم طبعا على هدوءكم بحيث انه يتم التصوير على اكمل وجه شاكرين لكم طيب هتكلم برضو في البرومان سيشنز طبعا الثلاث اسطر هذه او الاربع فقرات او اربع فقرات هذه في ملاحظات مهمه الفونيتيك برومان سيشنز ار بروفايدد ان ذا تكست ات ايفري اوبورتونيتي ايفن ان ذا انسر كيز تيك ادفانتج اوف ذيس ايت ريبيت ذا وورد الاود از يو ليرن تو ريكوجنايز ات ان ا برينت Be aware that word parts may change in the pronunciations when they are combined in different way. إيش بقول لها؟
في ميزة الكتاب هذا ميزة حلوة، انه مش بس بيعلمك ايش المصطلح الطبي وايش تركيبه، كمان بيعلمك عملية مين اللي هو عملية النطق لإله. كيف بكتب لك النطق؟ روح بكتب لك النطق، بفتح لك قوسين بكتب لك داخل القوسين هذول النطق الصحيح تبع المصطلح الطبي. فبقول لك في الكتاب بنصحنا، بقول لك انت كرر النطق اكثر من مرة وبصوت عالي اللاو اللاو، عشان ايش؟ تحفظ. لو واحد فينا ضل يقرأ قراءة صامتة من هلا بكرة، الحفظ حيكون عنده ضعيف قليل، لكن كيف بده يحفظ؟ لازم يسمع، لازم يسمع. الإنسان بيحفظ أفضل لما يسمع، عشان هيك احنا بننصحكم دائما في البيت لما تقرأ اقرأ بصوت عالي. طبعا مش عالي تسمع الجيران، لا، عالي لا إفراط ولا تفريط، صوت مناسب حيث انت تسمع نفسك. فلما بتسمع نفسك انت بتصير بتقرأ، بصير اتصال بصري واتصال سمعي مع الشيء اللي بتقرأه أو مع المادة العلمية اللي انت بتقرأها، فبصير عملية الحفظ أسرع وأفضل. تمام حبايبي؟ تمام حبايبي؟ يعني يمكن نضرب لكم مثال بسيط. احنا بنعرف انه الانسان اللي بتلاقيه اللي بنقول عنه اخرس، وفعليا الاخرس بيكون اطرش. كونه اطرش فهو ما قدرش يتكلم، لانه ما سمعش الكلام المنطوق وما سمعش الكلام من الناس اللي حواليه، فما قدرش يتكلم، فهو لا يستطيع انه يتكلم كونه ما سمعش. تمام حبايبي؟ فمهم جدا، مهم جدا ان انت ايش تقرا بصوت عالي عشان تستمع، عشان ايش تحفظ افضل، والاستماع بيساعد على الحفظ وعلى ترسيخ المعلومات في ذهنك. تمام حبايبي؟ تمام. معطينا هنا بعض the following pronunciation guidelines apply for the text، معطينا بعض نصائح او بعض التوجيه او بعض المعايير اللي حطيتها هو في الكتاب هنا عشان ترشدنا في عملية النطق. انه في بعض الفاول هذا ممكن يكون لها نطق عالي، ممكن يكون لها نطق يعني او نطق طويل بمد فتح لو الفم. تمام زي ايه، لاحظوا الفاول، ما اقدرش اقول ايه ها ايه الا وانا فاتح فمي، عشان هيك يسموها فاول احرف صوتيه. ايه اي، حدا بيقدر يقول اي وهو مسكر شفتيه؟ ما اقدرش. نشوف بعض النصائح. لو نظرتوا في الكتاب، يعني لو كان الباوربوينت مش واضح كثير ممكن تنظروا في الكتاب. لو نظرتوا في الكتاب أفاول A و E و I و O و U get a short pronunciation if it has no pronunciation mark over it. لو طلعتوا في الكتاب هتلاقوا بين قوسين في عملية تعليم النطق بعد كل كلمة، لما بعلمنا النطق السليم لإلها ممكن تلاقي حاطط على احد الفاولز حرف حاطط عليها اللي هو مارك فوق زي شحطه فوقيها، يعني ايه؟ كل فوق حاطط عليها شحطه هي مارك علامه. ونفس الايه ممكن نلاقيها كلمه ثانيه من غير العلامه. ايش الفرق في النطق ما بين هذه وما بين هذه؟ نفس القضيه، ممكن الاقي الاي عليها مارك، ممكن الاقي الاي من غير مارك. ايش الفرق ما بين في النطق ما بين الاي الاولى واي الثانيه؟ نشوف. ايه لما بكون عليها ايش؟ لما بكونش عليها مارك، الايه من غير مارك كيف بلفظها؟ هديك كلمه وتعرف لحالها. هات هات هات. طب لما بحط عليها المارك سي هات اه سي ايه، لاحظوا اه ايه اه ايه، في فرق. فلما بحط عليها المارك بصير ايه، هذا بسميه long pronunciations، صوت او لفظ طويل مادة، احنا بنسميه في اللغة العربية المادة. طب الايه اللي هي الفاول من غير المارك عليها كيف ننطقها كمان مرة؟ هذا اللي احنا بنسميه short pronunciations. ايش بتكون؟ هاد اه 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 short اه short ايه long ايه long ايه long اه short اه short هات سي هات سي. نشوف الاي، اي شورت برونسيشنز من غير مارك، مت مت يقابل مت مت. طب لو حطيت عليها المارك اديتها اللونج برونسيشنز ايش حتصير؟ تي تي شاد
شاي شاي بنشربه في البيت. تي تي لونج ميت إف ميت شورت برونونسيشنز. تي تي لاحظوا إي إيه شورت إي لونج. لاحظوا كيف الفرق بس المارك. هذه الإرشادات بدينا إياها لما بدنا نقرأ الكلمة، هو حطتها كقواعد له بيلتزم فيها الكتاب. طب هو طبعا هذا عالمية أيضا المؤلفين حاطينها. آي شوف الآي من غير مارك. بن 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 لطش لطش بن بن خفيفة لكن مع المارك. لاي لاي آي لونج برونانسيشنز لونج آي لكن شورت إيه 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 يدوب ذكرتها أو لفظتها يدوب لفظتها. نيجي للأو. الأو لما بدأ من غير مارك يعني شورت برونانسيشن. الأو سم سم شورت سم سم لاحظوا يعني اللفظ يضب ظهرت الأو. لكن لما بدها تكون الأو لونج برونانسيشنز ايش هوز او هوز سم سم او هوز هوز او او لونج شورت او واضح. طيب لما اجي لليو اليو لما بدها تكون شورت برونانسيشنز مديني كلمة رن 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 كمثال رن رن شورت برونانسيشنز رن شورت برونانسيشنز. لما بدي اجي لها في اللونج برونانسيشن سو 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 واضح انه في ايش استطاله سو واضح انه فيها مد. تمام حبايبي تمام تمام. وكمان بقول لي انه انتوا هتلاحظوا في الكتاب هنلاقي كل مقطع صوت لحاله هنعمل كابيتال لتر احرف كبيره، المقطع اللي بعدي سمول لتر كابيتال لتر سمول لتر كانه برشدك في القراءه انك تقطع الكلمه كل كلمه بتقراها تقطعها تقطيع. تمام هذا لو طلعت من الكتاب هتلاقوه عندكم في صفحه 10. تمام حبايب صفحه 10 هتلاقي الامثله. برضو بدي ملاحظه بقول لي انتبه كمان ملاحظ نو ذات برونسيشنز مي فيري فروم بليس تو بليس اول وان برونسيشن فور ايتش وورد از جيفن هير بات بي بريبيرد فور ديفرنسز بات بي بريبيرد. النطق بيختلف من مكان لمكان واحنا في المحاضره السابقه حكينا لكم غرب الولايات المتحده في اللغه الانجليزيه في النطق يختلف عن شرقها حتى في المصطلحات الطبيه وطبعا يختلف عن الاوسط يختلف عن الشمال عن الجنوب. استراليا نفسها عده لكنات اللي هو المملكه المتحده بريطانيا في الشمال اسكتلند في الوسط اللي هو انجلترا في الجنوب ويلز في ايرلند في الغرب كل في النطق بيختلفوا عن بعض. تمام وضربنا لك مثال حتى عندنا في غزه في غزه من مناطق عن مناطق تختلف في النطق في الشمال عن الجنوب اختلاف بسيط. فالان النطق بيختلف كمان حتى في المصطلحات الطبيه فبقول لك في الكتاب برضه تكون جاهز لو سمعت نطق مختلف انك ما تستغربش. تمام حبايبي نطق مختلف ممكن تلاقي نطق مختلف برضه ما تستغربش. تمام حبايبي كمل. طيب بدنا نتكلم او نتحدث هالجيت عن شغله ثانيه soft and hard C and G. هذا الموضوع برضو له علاقة في النطق وموجود معاكم في صفحة 9. عملت لكم يعني على شكل سكيم بحيث ان احنا نبسطها في العرض. شايفين soft and hard C. لما بتكلم soft ان انا بنطقها بسهولة مسهل. hard بنطقها ايش مفخمة نوعا ما. فsoft مسهلة hard مفخمة تمام او مثقله. خلينا نتكلم يعني في اللغه العربيه مثقله اكثر يعني صوت مخففه هارد مثقل. السي ممكن يكون لها نطق مسهل
ممكن يكون لها نطق مثقل، والجي ممكن يكون لها نطق مسهل، ممكن يكون لها نطق مثقل. لو اجتنا السي في الاول، السي اذا جاء بعدها حرف الاي او الاي او الواي فتلفظ مسهله، فبكون اسمها سوفت سي. ايش تلفظ اس؟ ايش تلفظ اس؟ المثال اكزامبل ريسر، ريسر. لاحظوا السي انا ملون لكم اياها في اللون يعني البني نوعا ما، البني المحمر. ايش بعديها اي؟ فايش لفظت السي؟ ريسر. هاي السي في سيتي، ايش بعديها اي؟ فايش لفظتها؟ سيتي. لفظتها ايش؟ سيتي. فاذا السي اذا جاء بعدها الاي او الاي او الواي تلفظ مسهله، تلفظ مسهله او سوفت، فبنسميها سوفت سي، مثل ريسر وسيتي. لو اجينا السي نفسها اجى بعدها اي حرف اخر من الابجديه الانجليزيه فبتكون مثقله هارد سي، تلفظ ك. ايش تلفظ؟ ك. ك. تمام. طبعا صح التعبير لو اقول مثقله، تلفظ ك. مثال كاندي، كابيتال، كابيتال. ليش سي في كاندي لفظتها ك؟ ما لفظتها، ما قلتش ساندي. ليش ما قلتش ساندي؟ لو ليش اجى بعديها ا؟ على فكره هذا برضه موجود في اللغه الانجليزيه بالضبط، في اللغه الانجليزيه مش بس بالصعه الطبيعيه، كمان في اللغه الانجليزيه. تمام، هذه القاعده موجوده. كابيتال عاصمه، كابيتال. ليش بعد السي اي؟ ليش ما قلتش كابيتال؟ قلت كابيتال لانه القاعده بتقول لي ايه. فهذه كابيتال، السي تبعت كاندي والسي تبعت كابيتال اسمها هارد سي، لانه لفظناها ك. ايش لفظناها؟ ك. نيجي نتكلم عن الجي. الجي يا حبايبي نفس القضيه، اذا جاء بعدها الاي والاي والواي بتكون سوفت جي وتلفظ جا. ايش المثال؟ بيج. لاحظوا بيج، جا الجا بتاعت بيج، الجي لفظتها جا. بيج مسهل. جيرماني، جيرماني، جيرماني اللي هي ايش؟ المانيا. تمام، جي، جي. تمام. كيف ممكن تكون اذا جاء بعدها اي حرف اخر باللغه الانجليزيه بتكون هار جي، اللي احنا قلنا ان صح التعبير نسميها مثقله، تلفظ جا. تلفظ ايش؟ جا. مثل جرو، جرو، غازا، جرو، غازا. تمام. لو فتحته في الكتاب عندكم هنا، لو فتحته في الكتاب صفحه 9 حتلاقوا هذا موجود عندنا. تمام يا حبايبي، واضحه ايش السوفت سي والسوفت جي. ليش طبعا هو بيعطيني التعليمات هذه وبيعطيني التنويهات هذه وبيعطيني التنبيهات هذه وبيعطيني القواعد هذه؟ عشان بكره لما نتقدم اكثر في المصطلحات ونقرا المصطلح الطبي نقرا صح. يعني ما اروحش مثلا، ما اروحش اقرا المصطلح الطبي او الكلمه بيج اقراها مثلا، اقراها بيج مثلا، يا بيج، اج، جا. تمام، ما اقراش، ما اقراش، ما اروحش اقرا جازا، جاجا. وداك على ايش؟ القواعد. طيب silent letters and unusual pronunciation. silent letters and unusual pronunciations. في عند ممكن يكون silent letters، احرف تكتب ولا تلفظ، هذه بنسميها silent letters. silent letters، احرف تكتب ولا تلفظ. في برضه ممكن يكون عندي نطق مش طبيعي، انه احرف او مش طبيعي، لا هو غير معتاد عليه، غير معتاد عليه. يعني حرف او حرفين مكتوبين مع بعض لكن بروح بتجاهل واحد منهم وبقرا الثاني. طب هل هذول منهم قواعد بتزبطهم؟ لا ما هم مش قواعد، هذول مجموعه من الاحرف واحنا بنحفظهم حفظ، فبصيروا بدرجوا معانا مع الممارسه، بدرجوا بصير نعرفهم مع الممارسه، لكن ما لهم مش قواعد بتضبطهم. ليش عاملينهم؟ طب عشان ايش؟ هذا شغل اهل اللغه، هم اللي عملوا هيك. في كثير امور عندنا في اللغه العربيه في الجرامر او في قواعد اللغه العربيه ما لهاش تفسير، بنسال ليش؟ بقول لك لو قاعده شواذ، خلاص هي امور تحفظ كما هي، صم. تمام؟ The silent letter or unusual pronunciations
can be a problem especially if it appears at the start of a word that you are trying to look up in the dictionary. حتى احيانا في القاموس لو انت بتبحث عن كلمات وكذا ممكن تواجه صعوبه معها. خلينا نشوف في الجدول واحد واحد الموجود معاكم في الكتاب صفحه 10 ايضا. ذكر لي اشهر السايلنت لطا واشهر اللي هو الانيوجوال برونانسيشنز النطق الغير اعتيادي. لو اجينا وتبعنا مع بعض من الكتاب خلينا نتبع معكم الكتاب. عندي اللترز الاحرف السي تمام مع الاتش عنده النطق بنفسهم ك. السي مع الاتش عنده النطق بنفسهم ك. وعلى فكره هذا برضه موجود في اللغه الانجليزيه ضمن قواعد اللغه الانجليزيه او الانجليزيه. السي مع الاتش نفوسهم ك في البرونسيشن. اكزامبل كيميكال. كيميكال ليش ما بقولش كيميكال؟ انما بقول كيميكال لانه القاعده بتقول لما تلاقي السي مع الاتش نفوسها ك. القاعده بتقول هيك. فكيميكال يعني شيء كيميائي. بتنك تو كيمستري له علاقه بالكيمياء. الدي مع الواي مع الاس ايش نفوسها؟ ديس. ديس تمام. مثال ديستروفي. مثال ديستروفي تمام. ايش مثالنا؟ ديستروفي. الاي مع اليو. الاي اطول تسقط من مين؟ من النطق. هذا اسمها الاي الصهاينه لها فبصير يو. مثال يوفوريا. يوفوريا يوفوريا تمام. هذا بقول لك يعني المبالغه في الشعور يعني في الانسان بتلاقي عنده اكسايتنج هيك منتعش كثير. يوفوريا لفظ يوفوريا مكتوبه الاي لكن هل نطقناها؟ هل لفظناها؟ لا سايلنت لفظ يوفوريا. حنمر علينا كلمات كثير زي كده. الجي مع الان اطول الجي سايلنت لطا فقط اللي بنرفض في البرونسيشنز الان تمام. نثك لاحظوا الجي مكتوبه في نثك مكتوبه لكن ما ايش ايش كتبناها لكن لم نرفضها لانها سايلنت لطا. شغله لها علاقه بالفعل بيرتينكتو جو. البي مع الاتش ف. بي مع الاتش ف. فارماسي. فارماسي هي الصيدلية يعني. ليش لفظناها ف؟ القاعدة هيك، قاعدة وقفية، بدنا نلتزم بالقاعدة. البي مع الآن، البي عطول سايلنت. ليش بنلفظها؟ فقط أن. مثال إنيومونيا، إنيومونيا. اللي هي طبعًا التهابات في الرئتين. البي مع الأس، البي سايلنت. وإيش تلفظ؟ فقط بنلفظ الأس. مثال سيودو سيودو ها سيودو معناها فولس يعني ايش؟ ممكن نقول كاذب او غير حقيقي. البي مع التي البي صايله. لاحظوا كم بي مرت علينا اقول لك انا صايله اربطوا برضه يعني في الاخر. تي البي مع التي فقط نفس التي. مثال توسز توسز معناها تعلق او تدلي. توسز ما قلتش ابتوسز لا لانه البي سايلنت حسب القاعده توسز. الار مع الاتش الار مع الاتش تكتب ولا تلفظ يعني ايش سايلنت نفوذ فقط ار. مثال روماتيك روماتيك ليش ما قلت روماتيك ما جبت سيره الاتش روماتيك تمام. روماتيك طبعا لانه اي سي في الاخر فبفهم انه هذا عباره عن سفكس والسفكس حول لي الكلمه هذا طبعا هذا ادجكتيف سفكس حول لي الكلمه لمين لصفه فصارت لها علاقه في الروماتيزم. عارفين الروماتيزم مرض اللي هو في المفاصل بصير عندك والعضلات بصير عندك كبار السن غالبا يعني. الاكس اول ما اشوف مصطلح طب بيبدا في الاكس بلفظها زد بلفظ ايش؟ زد. مثال زايفويد ليش ما قلتش اكس فويد؟ قلت زايفويد لانه هيك القاعده بتقول لما تشوف اكس في مصطلح طب بلفظها زد زايفويد تمام؟ زايفويد طبعا شيء له علاقه في الغضاريف المرتبطه بالاستعمار.
تمام حبايبي؟ اذا احنا الان نعيد ونكرر انه احنا متفقين انه ممكن الاقي انا بعض المصطلحات او بعض الاحرف تكتب ولا تلفظ، انا بسميها السايلنت، وبعض الاحرف تكتب مكتوبه لكن الها نطق غير الكتابه المكتوبه عليها. لو بدي ارجع اكرر واذكر انه مثلا unusual pronunciations السين مع الاتش نلفظها ك، هذا يندرج تحت unusual pronunciations. لو بدي اتكلم برضو عن unusual pronunciations الدي مع الواي مع الاس لما نلفظها ديس برضو هذا unusual pronunciations. لو بدي اتكلم برضو عن silent letter كمثال عنها، عن silent letters لو قلت الاي مع اليو لاحظوا جهلنا الاي فقط لفظنا اليو، مثلا يوفوريا فالاي سايلنت لتر، هذا مثال على سايلنت لتر. الجي مع الان برضه مثال على سايلنت لتر لانه قلنا جي مع ان لفظناها فقط ان، ما يلفظ هو الان والدليل ايش؟ نفي، والدليل نفي. تمام حبايبي؟ تمام حبايبي؟ هذا عنده اي استفسار؟ يعني هذا عنده اي تساؤل؟ تمام، عشان باشا في التصوير ويعني الاخوه في التعليم الالكتروني جزاهم الله كل خير، وحده التعليم الالكتروني او مركز التعليم الالكتروني ما قصر يعني في موضوع التصوير. فاي حاجه تفاصيل او كذا ممكن بعض المحاضره في اللي هو حصه الدسكشن او في الساعات المكتبيه يكون معكم ان شاء الله تفاصيل. طيب word ending in x، افتحوا في الكتاب عندكم في صفحة 10 استكمل معنا word ending in x. صلوا لاحظوا بكرر وبعيد وبذكر احنا ما زلنا معاكم في ايش؟ في التأسيس للمصطلحات الطبية، في التأسيس انا قاعد بحط لك الضوابط تاعتها، بحط لك اصول النطق، بحط لك اللي هو اصول الكتابة، بحط لك قاعد الاصول التركيب بتاعها، بحط لك بقية يعني القواعد والضوابط بتاعتها عشان لقدام في الشابترز التالية تلاقي الأمور عندنا إيش إن شاء الله رب العالمين الأمور صارت سهلة، لأن هطبق القواعد وأقرأ وأركب وأجمع زي نظام الكلمات المتقاطعة زي التركيب، بجمع روت مع بريفكس مع صفكس هاي مصطلح طبي، الروت ثابت جبت بريفكس تاني وصفكس تاني صار مصطلح طبي تاني. طيب روت مع بريفكس مصطلح، الروت نفسه جبت بريفكس تاني صار مصطلح طبي تاني، الروت نفسه جبت بريفكس تالت صار مصطلح طبي تالت، وهكذا. لو اجت نفس القصة الروت جبت صفكس مصطلح طبي، الروت نفسه مع صفكس تاني مصطلح طبي تاني، الروت نفسه مع صفكس تالت مصطلح طبي تالت، وهكذا. عملية ايش؟ تركيب. احنا ايش بكون دورنا في المسار؟ هنعرف اشهر الروتس، هنعرف اشهر البريفكسات بريفكسز، هنعرف اشهر السفكسات السفكسز، ونركب مع بعض. طب انا طالما حفظت المعاني للبرفكسات كلها ومعاني السفكسات كلها ومعاني الروتس كلها اصبح اي مصطلح طبي في الدنيا حاقرا حافهم، لان عارف معنى الروت هذا ايش، معنى البرفكس هذا ايش، ومعنى السفكس هذا ايش. تمام حبايبي؟ طيب word ending in x، احيانا بنلاقي بعض الكلمات تنتهي طبعا مصطلحات طبية أو بعض الكلمات الطبية أو بعض الروتس. أحيانا بكون عندنا مصطلحات طبية أو روت، يعني بالأحرى عشان أكون أكثر دقة بكون عندي روت تنتهي بالإكس ويراد إضافة إلها سفكس زي الإي إي إل، الإي إي إل هي عبارة سفكس، عبارة عن سفكس. لما بضيف لها سفكس القاعدة بتقول لك إنه لازم الإكس هذه الإكس تتحول لإيه؟ لإيه؟ للجي. الاكس يتحول للجي او للسي، يعني في امثله اخرى للجي. فارينكس بلعوم، فارينجيال بلعومي، فارينكس بلعوم اسم، فارينجيال بلعومي صفه لشيء، يعني التهاب بلعومي تمام، انسداد بلعومي as you like. تمام يا حبايبي؟ وهي هذا زي ما هو موجود عندنا في الكتاب عندكم في صفحه 10 اكس. طبعا when word ending in x has a suffix added the x is changed to g or c or g or s. For example المثال موجود عندكم. طيب في ملاحظة أخرى برضو في نفس الصفحة عندكم في الكتاب، when suffixes beginning with
ار اتش. لو انا عندي suffixes suffixات باديه او تبدا في الار اتش، مثال ريج suffix معناها ايش؟ نزيل. ريج suffix معناها نزيل. لو suffix هذا انا بدي اضيفه لروت، مثال عندنا روت هيمو اللي هو دم، يعني هيمو معناها بلاد دم، ريج نزيف او تدفق، تمام. لو بدي اضيف الريج اللي هي السفكس للهيمو اللي هي الروت، مباشره 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 الار، الار هذا لازم تصيرها ايش؟ مضاعفه، تصير تنتين. الار ايش تصير؟ تنتين. هيموريج، لاحظوا في الكتابه هيموريج، تمام. وهذا قاعده من القواعد اللي مهم احنا ايش نعتمدها ونمشي فيها. هيمو ريج، شايفين الار؟ الار واحده صارت تنتين. هذا من احدى القواعد. وفي مثال برضه عندكم في الكتاب، برضه مثلا مين، لاحظوا ذكركم بشغله، مين روت سلاش او، فانتوا فاهمين لحالكم هذا كومبايننج فور، لانه هاي الكومبايننج فاول الاور وهي السلاش وهي لور روت كومبايننج فورمز. مع ريا اللي هي برضه معناها فلو او تدفق. مينوريا اللي هي ايش؟ الدوره الشهريه اللي بتصير عند طبعا الفيميلز. تمام حبايبي؟ واضحه الامور؟ حدا عنده اي سؤال؟ طيب في الختام اشكر لكم حسن استماعكم وانتباهكم وطبعا التزامكم بالهدوء، يعني التزامكم بالهدوء بالتالي ما صارش عندنا ضجه وتمكننا ان احنا نعطي المحاضره. الله أسأل لكم التوفيق والسداد، وأوصيكم وصية كل مرة لو المراجعة المراجعة المراجعة، تروحوا على البيت تراجعوا اللي احنا درسنا واللي احنا اتعلمناه. بارك الله فيكم جميعا.